موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. قال القيادي بالتيار الإسلامي العريض أمين عمر أنهم لا يريدون تشبث المكون العسكري بالسلطة بدعوى عدم اتفاق القوى السياسية. وطالب عمر في تدوينة على فيسبوك العسكر بتسليم السلطة لمن يختاره السواد الأعظم من السودانيين عبر أحزابهم وقواهم الوطنية السياسية والمدنية والأهلية. كشفت رئاسة شرطة ولاية الخرطوم عن حصيلة الحملات الأمنية التي شنتها القوات المشتركة في منطقتي العزبة ببحري والحارة 26 بأم درمان. وقالت الشرطة في بيان لها إن هذه الحملة أسفرت عن توقيف عدد من المجرمين ومصادرة دراجات نارية وركشات وعربات غير مقننة، إضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة النارية. أعلنت هيئة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم عن إغلاق مشرحة مستشفى بشائر الحكومي لامتلائه بجثامين مجهولة الهوية. ودعت الهيئة إلى إغلاق المشرحة لحين صدور قرار من النائب العام بتشريح الجثامين الموجودة فيها ودفنها. لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بجروح بالغة نتيجة اشتعال اسطوانة غاز بمحلية الغرش في ولاية الجزيرة. وأوضحت صحيفة الجريدة نقلا عن شهود عيان أن اشتعال النيران باسطوانة غاز في إحدى المناسبات بالمنطقة ما أدى لوفاة 4 شباب بجانب امرأة مسنة وإصابة 8 آخرين تم نقلهم للمستشفى. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.